دشنت أيادي الخير الكويتية وكعادتها في مساعدة المحتاجين حول العالم مخيما طبيا جراحيا لإجراء 200 عملية خاصة بالأنف والأذن والحنجرة في محافظة لحج اليمنية. وتقدم خدمات المخيم الطبي تقدم لكافة المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج والعمليات الجراحية مع تفاقم الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه اليمنيون. في إطار خطة دولة الكويت في دعم القطاع الصحي في اليمن وضمن حملة الكويت بجانبكم، فقد تم تدشين مخيم طبي جراحي في محافظة لحج بأكثر من 200 عملية جراحية مجانية في قسم الأنف والأذن والحنجرة، والذي يأتي بتمويل من جمعية صندوق إعانة المرضى الكويتي وكذا بيت الزكاة الكويتي وبتنفيذ من جمعية الحكمة اليمنية. نشكر شعب الكويت، نشكر جمعية الحكمة اليمانية المنفذة لهذا المشروع لحاجة الناس لهذه العمليات، لفقر الناس الشديد في اليمن. فجزا الله خير جمعية بيت الزكاة الكويتي وصندوق المرضى الكويتي. حيث من المقرر أن يستمر المخيم لمدة 10 أيام ويستهدف شريحة الأيتام وذوي الدخل المحدود والفئات الأكثر احتياجاً، يأتي ذلك في ظل تسارع لمشاريع دولة الكويت في اليمن والتي تستهدف فيه رفع كفاءة القطاع الصحي. لدينا مخيمات العمليات الجراحية في محافظة لحج لعدد 150 عملية، استهدف فئات الأيتام والأسر ذو الدخل المحدود. استمر المخيم 15 يوما ابتداء بالتسجيل والمعاينة ثم إجراء العمليات بدعم كريم من بيت الزكاة الكويتي وصندوق إعانة المرضى الكويتي وتنفيذ جمعية الحكمة اليمانية الخيرية. شكرا لدولة الكويت وشكرا لشعب الكويت، وما زال الكويت بجانبنا. إقامة مشروع مخيم طبي جراحي مجاني يعد واحدا من أهم المشاريع الصحية التي تنتظرها الأسر اليمنية، خاصة وأن هذا النوع من المخيمات الطبية الكويتية يتميز بجودة الرعاية الصحية فيه. إعادة تأهيل القطاع الصحي في اليمن يعد أولوية لدى دولة الكويت، الأمر الذي يبدو جليا مع تدشينها مخيمات طبية سواء تلك المتخصصة باللوزتين أو حتى فيما يتعلق بمرضى العيون. مروان نبيل لتلفزيون دولة الكويت، عدن. أيها السادة، المزيد حول المشاريع الإغاثية والنشاط الخيري الكويتي ينضم إلينا باتصال هاتفي مدير العلاقات العامة في جمعية نماء الخيرية الأستاذ وليد الكندري. أستاذ وليد، نمسي عليك بالخير. ولا شك أن صنايع المعروف تقي مصارع السوء. في اليوم العالمي للعمل الإنساني فرصة لاستذكار يد العطاء الكويتية. أستاذ وليد، كيف تنظر إلى أصداء المشاريع الكويت الخيرية التي طالت شتى بقاع العالم بفضل الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بالخير والعطاء والبركة. حقيقة الحديث عن العمل الخيري الكويتي وبلد الكويت الحقيقة هو الحقيقة حديث عن كلام لا يمكن أن يفترق. الحقيقة في العمل الخيري العالمي الإنساني الكويتي الحقيقة يقدم العديد والكثير من المشاريع النوعية الطيبة المباركة. اليوم نحتفل باليوم العالمي الإنساني ونحن نعيش بفضل الله سبحانه وتعالى في بلد تعد رائدة وتقدم أعمال رائعة في هذا المجال. فالجمعيات الخيرية الكويتية كانت وما زالت وستظل بإذن الله رب العالمين في عملها التطوعي منهاجا وسلوكا علما وعملا. فالعمل الخيري الحقيقة لا يفترق عنها، لأنها تقدم الحقيقة المساعدة إلى إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج وكفالة اليتيم والأرملة والمسكين. يعد العمل الخيري الكويتي الحقيقة أخواني وخواتي المستمعين والمشاهدين شعلة على مستوى العالم الإنساني، فهو ينير الطريق للعمل التطوعي والخيري مستلهمين ذلك من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن في نماء الخيرية الحقيقة التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي رفعنا شعار أننا نهتم بالإنسان، فنحن نقدم هذه المساعدة لبني الإنسان دون النظر إلى لون أو جنس أو
دين أو وطن. رؤيتنا في هذه المؤسسة أننا المؤسسة الرائدة في العمل الإنساني التنموي. نحتفل اليوم جميعا إخواني بهذه المناسبة في اليوم العالمي للإنسانية، ونحن الحقيقة نقدم الفرق التطوعية التي تعمل ليل نهار داخل وخارج الكويت من أجل تقديم الحقيقة المشاريع التنموية الرائدة في هذا المجال التطوع المبارك. وأبشركم إخواني أن مثل هذه المشاريع وهذه الفرق التطوعية تقوم برفع المعاناة عن الضعفاء والمحتاجين. نحن في نماء الخيرية الحقيقة نقدم هذا العمل التنموي الرائد في أكثر من 14 دولة. أنشأنا دور الأيتام، أنشأنا مراكز صحية وإسلامية، مدارس وقرى سكنية، ومعالجة المرضى والضعفاء الحقيقة. وملفاتنا الحقيقة كثيرة داخل وخارج الكويت من خلال الملف الصحي والملف التعليمي والأسر الضعيفة التي نقدم لها المساعدة العاجلة. أبشركم إخواني أن فرقنا التطوعية بفضل الله سبحانه وتعالى سابقت الزمن وحققت الحقيقة المراكز، وأبرزها أحد الفرق التطوعية عندنا فريق منارة غزيرة الحقيقة حقق المركز الثاني على مستوى الفرق التطوعية في مسابقة العم خالد العيسى في نسخته الأخيرة. ونحن ننهج ونسير الحقيقة وفق قيادتنا المباركة وحكومتنا الرشيدة في هذا العمل الإنساني التطوعي المنظم الممنهج من خلال التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والخارجية الكويتية في تنفيذ المشاريع الخيرية والعالمية والدولية. اليوم كنا الحقيقة نقف سويا ونحن نسعد بهذه الإنجازات العظيمة الكبيرة الرائدة التي تقدمها الجمعيات الخيرية داخل دولة الكويت من خلال التنسيق مع الخارجية الكويتية والمكاتب الخارجية في تنفيذ مثل هذه المشاريع. ولا ننسى أخواني أن نستذكر مرور 60 عام الحقيقة على تأسيس جمعية الإصلاح الاجتماعي، هذا الصرح الاجتماعي التطوعي الذي قام على رجالات الكويت الحقيقة منذ ذلك الوقت منذ عام 1963، وانطلقت أول بذرة للعمل الخيري الإنساني التطوعي عام 1977. وها نحن اليوم نقطف هذه الثمار ونعلن للعالم جميعا رغم حجم دولتنا الحبيبة الصغيرة الكويت، لكنها تقدم الحقيقة الكثير والشيء الكبير للإنسانية من خلال المشاريع المختلفة داخل وخارج الكويت، ومن خلال الحقيقة الفرق التطوعية الكثيرة الرائدة اللي قاعد تقدم الحقيقة المشاريع الخيرية الكبيرة بفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم وليد الكندري مدير العلاقات العامة في جمعية نماء الخيرية، شكرا جزيلا لك، ونسأل الله العلي القدير أن يجعل هذه التبرعات في ميزان دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا وكل من ساهم فيها. شكرا جزيلا لكم الأستاذ وليد الكندري.